لو رجعنا للنادي الأهلي، انت كان ليك تصريح قبل كده كنت بتقول فيه ان انت ندمان عن رحيلك للنادي الاهلي، بس كل شيء كان اسمه ونصيب. عايزك تحكي لي عن الفتره دي، وايه اللي حصل خلاك تترك النادي، ولو رجع بك الزمن كنت عملت ايه ما عملتوش وانت في النادي الاهلي يا كابتن؟ مظبوط، يعني زي ما حضرتك بتقولي كده، يعني انا وقتها كنت صغير لسه، وكان في مكاني انا المركز بتاعي في نص الملعب، كان الوضع كان زحمه جدا. كان موجود لعيبه كتير، يعني كان حسام غالي وشوقي واحمد حسن واينو وعاشور، يعني لعيبه كتير. فانا كنت حاسس ان انا كنت اوريدي طلعت اعاره ورجعت تاني، وعملت موسم كويس جدا مع كابتن حسام البدري. ورحت وقتها المنتخب مصر مع كابتن حسن شحاته قبل انجولا 2010. بعد كده لما فتره الاهداف في النمسا كان كابتن هادي خشبه مدير الكوره، اتكلمت معاه، حسيت ان الامور هتبقى زحمه شويه. فطلبت منه ان انا اخرج تاني اعاره، وهو كان انت اللي طلبت؟ انا طلبت ان انا اخرج اعاره. وهو كان موقفه ايه؟ كان لا كان بيقول لي لا احنا عايزينك معانا وهيبقى ليك دور ودور كبير، بس لقيت المكان بيتزحم وحسيت ان انا هبتدي من جديد تاني. يعني هبتدي، يعني انا كنت لعبت 3 سنين في الدوري الممتاز اعارات في اتصالات واسمنت السويس ودجله. حسيت ان انا لسه هبتدي من جديد تاني، فطلبت منه، وهو كان رافض الكلام ده. بس انا لما لقيت الموضوع هيبقى زحمه وفي مكان، انت حابب تلعب يعني، هي دي يعني. ده نقطه برضو ان اللعيب، انت عارف طبعا قيمه النادي الاهلي، لكن كمان لما بتحس انت كلاعب ان الموضوع بقى صعب عليك انك تخش وتبقى لعيب اساسي او يكون ليك دور. بالظبط، دايما لعيب الكره بيبقى حابب ان يكون ليه دور في الفرقه، موجود في الفريق. فاحساسك دوت قال لا خلاص انا اتكلم على اساس اطلع اعاره. بالظبط، وتاني ادي. وكان هدفي ان انا اعمل موسم كويس وارجع تاني طبعا. طبعا يعني كان هدفي ده هدف الحقيقه. بس انا يعني الواحد لما بقى فيه نضج بعد كده وتفكير، لما نضجت شويه بعد كام سنه حسيت ان استعجلت، حسيت ان انا ندمت. استعجلت، قلت كنت اصبر واقعد واستنى دوري واستنى فرصتي، ولما تجي الفرصه امسك فيها. لان الحقيقه النادي الاهلي غير، يعني انا لعبت في انديه كتير. لعبت في انديه كتير. لا النادي الاهلي الحقيقه غير كل الانديه، يعني النادي الاهلي في حته وكل الانديه في حته تانية خالص. ايه الفرق؟ وخاصه لما تجيب جون في النادي الاهلي كمان. طبعا. انا الجول اللي جبته في الحضري، يعني جبت جوال بعد كده في انديه الدوري، لما كان هو في الاسماعيلي جبت جوال كتير. لحد دلوقتي الناس بتكلمنا على جول جول الاسماعيلي لحد دلوقتي. يعني الجول في النادي الاهلي فعلا بيميت جول بره، يعني في الانديه الثانيه يعني.